والله الحمد لله راني فخورة بزاف به وبالشي اللي دار. ان شاء الله ربي منه وفوق اكثر ان شاء الله. وجايين مازالوا ليامات ومازالوا ان شاء الله لي كومبيتيسيون ويزيد بين فيها الطهر صح. من قلبي نقول له ربي يوفقك وربي ان شاء الله يعلي ديما مقامك وان شاء الله نشوفك بطل العالم وبطل اولمبي وتحقق واش كان بابا متمني لك. وربي يسر خطاك. هذا واش نقول لك اخويا؟ هي هتا اخويا حابين نقول لك بلي حنا راضيين عليك وفخورين بيك مهما كانت النتيجه ونتمنى لك نجاحات اكثر. و شغل مازال الطريق طويل ومازال صغير ومازال عندك مستقبل ان شاء الله مليء بالنجاحات. الحمد لله حطم الرقم القياسي الوطني يعني وجاب يعني نتائج مليحه بزاف. خامس نتيجه عالميه يعني هذا تشريف للجزائر والحمد لله. رغم ان التحضيرات كانت ناقصه الا انه بفضل المثابره والجهد المبذول من طرفه حقق هذه النتيجه. يسمى راه دار غرو اكسبلو وربي يوفقه مازال قدام مالغري لي مويان لي ماهمش يعني كبيره.